والعمل ايه دلوقتي يا دكتور؟ لا اطمن، خير باذن الله. انتوا صحيح غلطتوا انكم ما جبتوش الطفل كفايه من المحلول، لكن كويس ان انتوا جيتوا بسرعه. يعني في علاج؟ طبعا باذن الله. المحلول زي ما بيمنع الجفاف بيعالجه برضه لو حصل. صحيح يا دكتور؟ صحيح يا ستي. خدي من دلوقتي اديله بالمعلقه واحده واحده. طب المحلول بيمنع ويعالج الجفاف ازاي يا دكتور؟ جسم الانسان فيه سوائل وميه بينزل منها كتير وقت الاسهال، ولما الميه والسوائل دي بتقل عن المعدل الطبيعي يحصل جفاف، وده ممكن يموت. بعد الشر عليه يا دكتور. المحلول بقى بيعوض السوائل والميه دي ويمنع الجفاف ويعالجه باذن الله. وفي حاجه خطيره جدا. خير؟